وبهذه المناسبة هنأ العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أولياء الأمور والطلبة والهيئة التعليمية بمناسبة العودة للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن سلامة الطلبة في محيط المدارس والمناطق التعليمية أولوية في العمل المروري. نعم، وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح الرائد خالد بوغيس المكلف بتسيير إدارة الثقافة المرورية أبرز استعدادات الإدارة العامة للمرور لتأمين عودة الطلبة إلى المدارس. حقيقة أن الخطة المرورية لتأمين السلامة تقوم على عدة محاور. كان هناك المحور الاستباقي من خلال تدريب كافة القائمين على الأجهزة المعاونة من حراس المدارس أو الباصات وما إلى ذلك، ثم تأتي الخطة اللي تتزامن مع البدء الدراسة من خلال محورين اللي هو الانتشار شرطة المرور لتأمين سلامة على الطريق العام وضمان عدم وقوع حوادث في محيط المدارس نفس ما شفناه التقرير، وأيضا لانسياب الحركة المرورية في محيط المدارس، وأيضا عدم بقدر الإمكان ارتداد أي زحامات تكون تأثر على الشوارع العامة.